كذلك المهزله الكبيره اللي باغي يجيب لنا سي انفانتينو القطر الافريقي شنو اللي ما كايناش في العالم، وان غادي يدير اون سوبر كوب اللي غتشاركوا فيها الفرق غتشارك فيها بمليون دولار 20 فرقه ها 20 غتحط مليون دولار وحده. شريف احنا خرجنا من الممارسه الرياضيه مشينا للقمار، احنا خرجنا من الممارسه الرياضيه مشينا للقمار، شنو التخربيق؟ غنوليو نقمرو غتولي تميزي مليون دولار باش تربح وتقول. وهذا المقترح وافق عليه متسيبي وقال لك راه يدرسوه في واه احنا مازالين فيه، احنا غاديين للقمار ما غاديينش للرياضه، احنا غاديين للقمار تاع الكلام.